الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم على حضوركم لتغطية هذا الحدث اللي هو الدورة ديال فبراير 2023. الدورة كيف ما شفتوا داز ظروف جد عادية، على اعتبار أن جل أعضاء المجلس كانت عندهم غيرة على المصلحة العامة ديال الجماعة، رغم مشادات بعض المرات في بعض النقاط، ولكن في الخلاصه كتشوف بان جميع الاعضاء كيمشيو للتصويت الجماعي على المجموعه ديال على كل نقطه، يعني النقاط كلها مرت في ظروف جيده كانت المصادقه عليها بالاجماع. اذا هذا هو مجمل ما نقول على هذه الدوره. دازت في جو عادي، مناقشه كانت فعاله، كانت مشاحنات ومشادات، ولكن من اجل مصلحه الجماعه. يعني الظروف اللي دازت فيها والنقاط اللي كانت في جو الاعمال كلها مرت في ظروف حسنه وتم المصادقه عليها بالاجماع، باستثناء نقطه اخيره اللي كان فيها المصادقه ديال اللي رفض التصويت عليها جوج الاعضاء تقريبا. هذا اللي كان في اطار هذه الدوره. هاد بانكم شفتوا، انا راني ما شفت والو، حتى تلفت عاد بان لي الناس راهم مجبرات من يناقشوا المشكل ديال الكهرباء، على اعتبار ان برمجنا واحد المبلغ ديال 20 مليون ك يعني كدفعه او كواجب يعني ديال الجماعه في اطار ديك الدو او مساهمه في الشراكه اللي بيننا وبين المكتب الوطني للكهرباء وكذا السيد العامل. اذا هذه الاتفاقيه كانت دازت على اساس ان بين الجماعه ومكتب الوطني للكهرباء، اقول لان كانت على اساس بان وكذا المواطن على اساس هو اللي غادي يؤدي واحد الواجب ديال الفرق بينه والشيء الاخر غتكملوا ليه الاداره ديال او المكتب الوطني للكهرباء. يعني هذه الاتفاقيه دازت ومشات للمصادقه، من بعد عاود رجعت للتعديل بعض النقاط، واخيرا كانت تفاجئوا بالمدير المكتب الوطني للكهرباء كيراسلنا كيقول لك اودي خاص الجماعه ضروري خاصها تكون هي مساهمه في هذه الاتفاقيه، خاصها تساهم واحد المبلغ مالي اللي هو ديال 65 مليون سنتيم تقريبا. هنا فين كان واحد شويه ديال التعطل، على اعتبار ان كانت الجماعه ما عندهاش المبلغ اللي غتساهم به. اخيرا انتم كيشفتوا برجلنا هذاك المبلغ اللي واحد المبلغ ديال 20 مليون على اساس باش نكملوا في البرمجه ديال المقبله ان شاء الله. هذاك المبلغ ديال 65 مليون برمجنا هذا على اعتبار باش نوقعوا هذيك الاتفاقيه، والاتفاقيه دونك غادي تبدا سريه المفعول وغتمشي للمصادقه، ومن بعد الناس غادي يستافدوا من الكهرباء، ما يبقاش عندنا المشكل اللي كان مطروح ديال الكهرباء ديال دوار جبارات. كنقول لكم الدفاع عن المصلحه ديال الجماعه، وهذا هو السبب اللي ادى باش يوقع ذاك الاحتدام وذاك الصراع بين نعم اتهامات، ولكن كتبقى اتهامات في يعني ما غاديش نعتبروها اتهامات، ولكن في لحظه غضب سي بن ميرات تكلم هذيك وسي كوبوي تكلم هكذاك، الطرفين بجوج تكلموا، ولكن في يعني ظروف ديال الغضب ديالهم، ولكن الهدف من كل هذا هو الدفاع عن المصلحه ديال الجماعه. هذا كيقول لك بانه باغي المبالغ ديالو، فعلا حنا مع سي بن ميرا سي عبد الرحيم كوبي كان كيوضح غير واش هذه الامكانيه، واش ما غنوقعوش في شي مشكل. يعني ما يعني هنا فين سي بن ميرا كيسحب واش هذا سي عبد الرحيم غيكري السوق ولا هو اللي يجي للسوق، يعني هنا فين وقع ذاك المشادات بيناتهم. ولكن هذا كيدافع من واحد الناحيه والاخر كيدافع من ناحيه، يعني هذا كيدافع من اجل الرفع من المستوى ومن المداخل ديال الجماعه من خلال السوق، وسي الكوبابي كيقول لك يعني هذيك المبالغ اللي غندخلوها في هذا الفصل ديال النظافه واش كاينه امكانيه كيفاشها. يعني هنا فين وقع ذاك الشجار وذاك الشجار الكلامي لا غير، يعني ما كانش شي حاجه. ونتمناو نتفاداو هذا في المقبل ديال الدورات الاخرى، ما بقاش لنا نحاولوا ندخلوا بيناتهم ونصلحوا ذات البين باش ما يبقاش هذا الصراع بين كوبابي وبين بن ميرا في اطار الدورات، باش ما يبقاش هذه المسائل هذه اللي هي شويه غادي تشوفها العموم كتولي شويه تمس بالمجلس السمعه ديال المجلس ديال واحد الحراره. حقيقة احنا من هذا المنبر كنشكروا السلطات الإقليمية بما يمس السيد العامل اللي هو سهر على الرقي ديال الجماعة باعتبار المساهمة ديالو والمساعدة ديالو الفعالة في إنجاح هذه المشاريع وفي ارتقاء جماعة حرارة إلى مصاف باقي الجماعات المتطورة. يعني بفضل ديال السيد العامل ما كناش نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلت للجامعة واللي هو غادية في التطور من خلال المجموعة ديال المشاريع، ماشي غير على مستوى المركز ولكن على مستوى الجهة البحرية، يعني منطقة لالة فاطنة في إطار مشروع ديال
التصميم ديال الشمالي ديال الشمال الاسفي، يعني من خلال التصميم ديال الشمال الاسفي او يعني غادي يكون عندنا مجموعه ديال المشاريع اللي غتعطي واحد او تدفع على الجماعه ديال حد حراره واحد يعني تطور اللي تطور ملحوظ اللي غيلاحظوا الجميع، باعتبار انكم مشاريع هامه غتكون في شاطئ لاله فاطنة وفي المنطقه الشاطئيه كامله على طول يعني المساحه ديال الجماعه البحريه، يعني كاينه مجموعه ديال المشاريع غتعرف النور ان شاء الله من بعد ما يتم المصادقه على ذاك التصميم ديال الشمال الاسفي. كنظن سمعتوا طرحت في المناقشه ديالو يعني تكرات واحد الثمن اللي ما عمرها تكرات به، وكيف سمعتوا حتى كي قلت للاخوان من بدات هذه المناقشه الحاده بينهم راه قلت ما يمكنش لي نكري حتى السوق الا بالثمن اللي بغيت انا، يعني ذاك الزمان راه ولا ديال تجي وتبدا تزايد عليا انت وباقي المتزايدين تخرجوا تقادوا برا وتجيو، انا من يجي يجوني مقادين ما نكريش، نقدر نستغلو انا بصفتي الشخصيه بمعيه موظفين تقريبا تكرت شاطئ لاله فاطنه ب 24 مليون و 600 كنظن ما خانتنيش الذاكره، بعد ما كانت 3 مليون بعد ما كانت 6000 درهم بعد ما كانت 6000 درهم واخا تكرف مره واحده كنعقل ملي كنت رئيس في 2009 كانت تكرب 5 مليون، من هذاك التاريخ ما عمره بقات تكرب، كيتكرب 6000 درهم 5000 درهم 10000 درهم هذا هو ما كانش كيتجاوز هذا المبلغ، هذا العام كيمشى ل 25 مليون تقريبا. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.